قال فإن قيل لك بما عرفت ربك، يعني كيف عرفت ربك سبحانه وتعالى؟ قل بآياته ومخلوقاته، يعني عرفت الله بآياته ومخلوقاته. وإذاك لما جاء الرجل فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فمخلوقات الله تبارك وتعالى تدل عليه سبحانه وتعالى، هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى يدل عليه، يدل على الله جل وعلا. وإذا قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كلها مخلوقات طبعا، وهي آيات من آيات الله تبارك وتعالى، علامات ودلائل على وجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق والبارئ المصور لكل هذه الأشياء. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال والرب هو المعبود. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الآية. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى هو ربنا، هو خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى.